السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا الكرام مشاهدي قناة الوطنية في هذه الحلقة المباشرة من برنامجكم اليومي صباح الوطنية. صباح الوطنية اليوم تكون مع موضوع مهم، هو علاقة المقني مع المتلقي، وضيف هذه الحلقة البداع محفوظ والعبو. أهلا بك ضيفي الكريم. أهلا وسهلا بكم. مرحبا بك وسهلا. ومعايا في التقديم كالعادة صفية السماني. أهلا بكم مشاهدي الكرام مشاهدي قناة الوطنية في هذه الحلقة المباشرة من برنامجكم اليومي صباح الوطنية. كما تعرفوا سنرى قاتلكم موضوع ورحب معنا في الضيف. مرحبا بك السهل. مرحبا بك نورتنا. مرحبا بك السهل. مرحبتي ضيفي الكريم. نتكلم شوي عن الموضوع، شن هي علاقة بين المغني والمتلقي؟ جيد. أولا لا تسمحوا لنا نقزر شوي، شكركم على هذه الاستضافة. شكرا. ونشكر قناة الوطنية، نشكركم ونوهم اللي ما شاء الله تقديمكم جيد. شكرا. الهدوء ما يدل وينمى على المهم، الحمد لله تربية جيدة. الحمد لله. هذا الموضوع مهم، موضوع أنا قاعد نبدأ كنت نتكلم عنه، كنت الليل وكنتوا ما استضفتوني، كنت لاهين مخرج زاد أنا. العلاقة بين المغني والمتلقي هي علاقة بين المنتج والله المصنع والمستهلك. أولا يلا المنتج يحترم المتلقي، يحترم أول، وثانيا يلا يقدم له شيء بغايته فيه، يقدم له شيء ينفقه في دنيته والله آخرته. صحيح. ويلا المتلقي يشوف ذاته في ذي اللي يقول المغني. ما نقدر نقيد المغني يعود يتكلم له مواضيع معينه ولا باساليب معينه. المغني هو مبشر ملي المغني على انه يسوى قاع قد اللي قاع، ويسوى الاسلوب اللي قبض، ويسوى العبارات اللي جاب دور لا تجبر ولا قاش، هي ظهرت ولا ودلي. صحيح. غير اياك المغني يخاطب اكبر كم من الناس من الجمهور، يلا يتكلم اولا شيء مهم، ثانيا يحاول ان يعود ذي له يقدم المتلقي ويفهم فيه ظرافه ولا وطبعا حسب المواضيع وحسب الاغراض. يلا يعود بلغته اللي يفهم، واذا مالي لا حسب هذا كان ما في قاعده ثابته به، اللي هذا يتغير من 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 موضوع الموضوع ومن ومن من من غرض الغرض. ما نقدر نقولوا ادوات مثلا الشكر ومعجم الحساني القديم ندير نعدلوا به طلعه من الغزل بسيطه يلا توصل للمتلقي حالا، ما يسوي عن شيء منها، خاصه في زمن اليوم. زمن اليوم شنو الناس شباب وخلاقه في المدينه وتربى في المدينه وشي قاع خلق في المدينه وقرا في الخارج وتنحى في الخارج، والحسانيه ما هو مدسمنا حتى ما يظلم الحسانيه ولا يلا تخلق الحسانيه يلا تم كما هي، غير بعد نقدم بس سطر اسلوب في بعض المواضيع وبعض الاغراض للمتلقي. ياك المتلقي يجيه قرص مركز بيته وقادم اللي يبتلعوا حاله. زين ضيف الكريم، من رايك كان المتلقي عفوا من رايك كان المغني يقد يتنازل للمتلقي من قد مثلا كيف يتنازل عن العبارات والكلمات في المعجم الحساني، ياك المتلقي قد يفهموا به ياسر من الشباب برك الكلمات لولا ما يفهمها، وحتى ان المكان والزمان ما تلا كيف كان. طيب انا قد احنا دورنا كاملين هو الحفاظ والنعريه على تراثنا. ما في الحسانية هي اللي تكلموا عنها. ما يلا نخسروا الحسانية اياك اياك نصلحوا بها شيوخ يلا غير نقد مثلا عندي نص. هذا النص فيه كلمات تعود معجمية حتى تعود زهونية حتى نقد نرصع بها النص ويعود النص الاخر مفهوم. هي ذيك الكلمات لا يتفهم من موقع حفة في الكلام لا يتفهم من خلاله السياق العام للكلام. هون لا يعود يسهال على المتلقي عنه هذه الكلمات يسول عنها وهي لا يتنقال وهي ما ولا ما هي اسرع لا يتنقال وعقب ذاك هو لا يفهم معناها يعرف عن هذا يدل على كذا.
فهمت فهمتي يا غير بعد الاغراض ما هي واحده مثلا انا رجاجي خاطب العام يا الله عودي خاطب اسلوبي قد يتنازل عنه انا مثلا نتكلم في السياسه سياسه فيها عبارات ما هي بالغزل صحيح سياسه الغزل يصلح له عبارات واساليب ما يصلح له التوجيه ولا البكاء على الاطلال ولا ايش المديح مدح المصطفى صلى الله عليه وسلم صلاح عبارات التوحيد عنده عباراته الخاصه به هذا كله عنده ادواته المعشم ما نبقي حد يفرط فيه نهائيا غير كل مقال مقام مقال صحيح كل مقام مقال انت مثلا معاك في محيط اللي احنا نعيشه فيه مثلا في اليوم في المدينه تعرفي عن كل رجاج عندك الكلام خاص صحيح يجي له رجاج كبير لا يتسلم عليه هي انت تنتقى العبارات الاخلاق والاحترام والتقدير لذا الشخص لا تخاطبي صاحبتك مثلا عندك لها لغه اخرى لغه اخرى كذلك في النصوص انا لهن لهن عندي نص من المديح والله عنده ادواته الخاصه ممكن نستخدم فيه عضلات ما وقع ما فهم استخدام عضلات هو ولا اعلن لان رقاش عنده معجم لباس به الحسنين ما تسد عليه الطريق صحيح الين ما يجبر هاي الكلمه في الراوي عنده واحده اخرى وعنده واحده اخرى عنده بديل عنده بديل لها يقدر تقول تعطينا درك الضيف الكريم شوي مثال على صحيح. على هذه العبارات العبارات شفتي هذه سيدي شيخنا الله يرحمه شيخنا الشيخ المهم رحمة الله علينا وعليه امين ان شاء الله ذيك طالعه فيها عبارات ورطتني الناس تسول عنها كنت سدى لي اسولك عن هذيك العباره ورطتني الناس تسول عنها هون هل تهدينا من بتر كبير من يقول الشخص كبير 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 صحيح الحسانيه حتى 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 ولان مان انا قلتها ماني راثي عليه في الحسانيه بيلي قد اللي ضحكت انا منها تم لا ما تم هو الفرق بين انه هو فرق شاسع حتى صحيح راشد كبير من الموريتاني ولي صالح شخص كبير ما عندي انا شخصيا من العبارات اللي نوصف فيهم معناها عني ركزت فيها على المعجم معجم الحساني وذاك هو اللي زيان عنده فيه صحيح ذاك هو اللي زيان عنده فيه هذا السؤال لهنا سلفوا شوي من جوابه الينا نحبونا نرجع عليه ينعودنا زين نحن نركب في هذا الموضوع طبعا في هذه المرضيه نطلب من المخرج انه يطلع لي الفيديو الاول وان شاء الله نرجع لكم الله تنفع صديق وتضر العدو معمور تازبته كلها شهف في الواقع ونزل تطار ولا خلق محور وتخلط الخلق وقام تراقع وفجرت من العلم والخير البحور وضحكت المؤمنين كانت تغرق دفقة جاية بلا تدبور هارب من النبات فبلاقة الله عارض لها بالضحك والبخور والمفصص بالدهني وساقة والخيط والواويش وفلتور وبلحم الجمل وبالبنات وعارضها بالضحك والبخور المفصص بالدهني وساقة والخيط والواويش وفلتور وبلحم الجمل وبلبن الناقة واللي منها جاك انجر مضروب واللي منها جاك انجر مضرور يفز ماشي صح من زلاقه حياك محفوظ لانك حر وطبعك ما هو قشور وذن ما تحوص والعين ما يشر واقه والتحسان فيه ياسر من السرور والصوت فيه ياسر من اللباقه لا دي لا دي لا دي لا لانك حر طبعك ما هو قشور العين ما يشر واقه والتبسام فيه ياسر من السرور والصوت فيه ياسر من دباقه يتوطى بالشور والكم هاك مجرور مالك حشاكيف قمان ضعفاقه ولباسك ما هو لباس حد مغرور وما الشايب لان عايل في تلاقه ولا لقايب تريد تعود مشكور وش قال شاكره كان يشير خلاق لا 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 لا
شكرا شاكرة كان الشير خلاقة ما قطن فوق من السادة بكم شمل المغنين حلاقة شاربة من شكرك خادم البحور لسنتها جابرة لها ميلاقة كلها مقرح وكلها مكرور وذاك وحالين حال المغنيين لعتاقة ونحاية تطرح عليك والشور يبرك وبنجة وبرصاقة وبيات الحرب تنتشد بالشور والشحوام جاي وميلاقة وتعطيت لي لاريت مكدور لفام شكرك من هون المفلاقة للحاكم وفلة والظهر والنور ومرجان وزيرات الملاقة والحيب والمبيديع ومن النور ورارش والصبع والعلاقة والحاكمة تعيد المحام عاشور واللي شارف وين زرقاقة وبهيكتم العروق وواد كامور وكدة تقانت وعلى أبواد الناس والبادواب والفرقان ودشور ومات الحرج وكسور قتاقة والحاكمين وكارو تير سوام الساقة وتعطات واو كارو تير وتير سوام الساقة وتميت اللاب ذاك التأمور والناس جايتك صاقة على صاقة شي جاي زور وشي جاي دور وشي ما جاك واللاب الصاقة كانوا ما جاك الله محرور بمجيلك ما قطع وشي ما جاك ولا وقوا في الزاقة كانوا مجاك الله لو محرور لمجيلك ما قطع عادي وتاقة وانا زيرك يا اخي يا شيخ. اهلا بكم مشاهدينا الكرام بعد هذا الفيديو الاكثر من رائع. ضيفي الكريم بقيت تعقب انه شويه على هذا الفيديو فيه كلمات كيف ما كنا راك نتكلموا عنه سابقا نطلعوا الفيديو فيه ابو لاق وفيه شهاب تصبتك شهاب فنواق زين وفيه مجي جاي ومليق امجي جاي ومليق اولا بعد ضيف قاع تعرفوا تتكرموا وانا بعد كرمتوني بهذا الفيديو صحيح هذا به اللي شيء ما شاء الله تبارك الله. قلتي عن عبارات العبارات هما ابو لاق ابو لاق تاع زبتك خلو جاي هارب من اللمبات في ابو لاق هارب من اللمبات الناس جايتك هارب من اللمبات في الخلوات ابو لاق واش تازبتك شهاب شهاب بنواق بنواق شهاب تعرفه بنواق خارج شي قال بنواق مش عود في كديه كتان اصلا تنقدر به النار سريع الاشتعال قال بنواق مش زين هو اللي هون ذاك هو البعد في عن انك تازبتك اللي شهاب بنواق معناها انك تازبتك خطيره حتى زين ومجي جاي ومليق امجي جاي ومليق من كلام الرزوان امجي جاي تنقال بغنى تحت يعني ام جي جي بطبقة الصوت التحتانية والله فازايم تحت كلام الرزوان وميلاق هي اعلى درجة الفوق اعلى درجة الفوق والله يقولوا انا اعلى من درجة قال القيطقاء ازويلق يعني انك تكبر بالابيات بالشور بالشحوة ام جي جي وميلاق يعني ما نعز عنك شيء من هذا زين صحيح طيف الكريم هذا لا يرجع للموضوع اللي كنا شادين خباره الطريقه اللي اخترت تبيع هذه الكلمات بما انهم المعجم الحسني الحقيقي من درايه كان المتلقي هون فهم الكلمات والله ما كانوا يسولوا لك عنها دائما شو الناس فهمها بيدي البيضان لا مازال تعرف كلام البيضان وش من الناس فهم من هالشيء وش من الناس سووا لك عنها سولني لي انك جبرت ياسر المسيله عنها غير بعد الشخص اللي مقيولاق نزلها كامل وفهمها كامل صحيح والله فمش الناس استوقفني سولني عنها مش الناس تبقى له عباره الله ثنتين سول عنها نجاوب عليها نشرحها هي خارجه في الحسانيه عندنا نتكلموا بها يوميا ما شاء الله فتبارك الله كان ما شاء الله الفيديو زين حتى ضيف الكريم يتكلموا عن لك شنو هو الفرق بين الغزل والنسيب الغزل هو التغزل يتكلموني رمى رواج كبار يسمحوا لي تغزل يسمحوا لنا كاملي صح والنسيب ليش الغزل مبهل الراس كيف مبهل الراس مقفزة ما هو مقفلة هو كيف الغنى على الأرض غير ذيك الأرض اللي مغني عليها مغليها ذاك مغزل عليه هو اللي سبب زين
زين حتى صافي نرجعوا للصفحه. فم اسئله للضيف تعودي ان شاء الله يا ربي نرجعوا لهم ان شاء الله يا ربي. صحيح. شكر خاص لصفحه تواتر على هذا النقل المباشر لهذه الحلقه. وهون اسئله ان شاء الله يا ربي نطرحوها على الضيف المتابعي هذه الحلقه عبر صفحه تواتر. شكرا جزيلا تواتر. شكرا جزيلا. نرجع للصفحه عندكم رقية محمد فاليا، مرحبا وسهلا واني بكم انتماتي، تحياتي لكم للضيف المتميز البدع محفوظ. وراني ندور يقولنا شي من قنا اهل كيف، وندور يقولنا شي من الغزل ويقول ذيك الطلعه اللي فيها ويطير طير هذا محر. الله الله يسلمها اللي بقولها طلبها والله شي منه. صحيح لاخر الوقت ما حتى الطريعه تقول قط جابرت مع عراد جبار خفيف بلا ميعاد لحقتني ساهي عن لقياد عندي كنت بويه مكر نسيت وحلت بالمراد وتواقض في يدي مروع لي مرت هي زادي طير هذا محر. زين حت رغم بالمناسبه قبل الفنان الشيخ اللابو لحن هذا التابلوت التالي عدله مقلع وعدل الشغل. عندك هون بهلول محمد، والله الا وخيرت حق بيكم كاملين وبالضيف الكبير محفوظ والعب، وتحيه حب وتقدير واحترام لكن عزيزاتي صفيه وسميره بنيات السماني، واشكركم على هذا البرنامج الاكثر من رائع، وتحيه للمشاهدين الكرام في كل مكان. ليس لدي اي سؤال الا انني متاكد ان اسئلتي ستطرحونها انتم، ولذا لدي طلبان فقط. الاول هو ان يحكي لنا مرضية القطب زمانه على الشيخ رحمه الله عليه، والطلب الثاني هو أن تستضيفوا لنا الفنانة الشابة زينب من تبابة والحنبارة، وفي الأخير تقبلوا تحياتي معكم. طلب تالي طالب لكم على المدير أنا معاهم إن شاء الله يا ربي. شكرا جزيلا الله يسلمك إن شاء الله يا رب الغالي. هون شو من الناس يسمع هذه طلع في مشاهدين أخبارهم بخاطر الفيديو وشاك عنها هي المرضية. لا هذه ما هي مرضيه، المرضيه واحده اخرى من الامراض. صحيح. ضرك لا نحكي مرضيه بما انه طلبها صحيح. مرضيه تقول يوم رحمه قطب الزمان شيخنا الشيخ السلطان يوم فيه عيال الرحمن ليعوم ما اسم الاقدار. ويتم الحلب والفرقان ويتم المحاصر الكبار ويتم التسبيح والاذان كل وقت ويتم الاسرار والسله والصوم حنان حرمايه وقت الزبار والزكاه والحج القران انت لعباده الاسحار. الله يسكي. ويتم الترحيب والاحسان والسلام ومعطى الاخبار والسخاء ومعاطى الاوعان والذهب والعين والاوزار وادبير وقوه الايمان والصبر. والودهب الجار والسمع والمعنى والشان والديق وكبر المقدار. شيخنا يعطي الغبران كان هو عمار ذاك كامل كان وكيان صابر على ذاك وصبار. لا يذهب عنه عودان فات عمره ما زاز نهار كون رافد ما وفتران هم الامه ما صادعا. مسند كان وعون وعوان وزند كان وثمره ودرار عايد لنا من هالومان واردين ومكل اقطار. وكان هو بيان وكان هو ليان قوم شيخ قل الكار وباس قوم الباس وسكان كان طيش وجور الجيار قوم الخلط والشانئان. وكان هو طحار روح ذابت فمر الخذلان برخام قام شكشار. وكان هو بيان حق ضاع ذاك طيار واحيانا يا ذا من كان عاد شد اخباره يمرار ما يبدي طاوي لسان ولا تبد تحيط والاشعار ما يدوم الله لك فلان يكون وجه الحي القهقار مول امر المالك الاكوان حق عن الدنيا غفار ويا الله لك فلان يبان شيخنا احنا ما تبطار عاد شيخ قال وجاه فام دير ومشيه نهار وغاب نجمه فمان الله والسلام وبرود الدار. اصل الرحمه والغفران وجنه الرضوان لا حول ولا قوه الا بالله. هذه المرضيه المرضيه صحيح بينما هي الاخرى كرزه وحدها صحيح قلتها له في حياته. زين اصل الرحمه والغفران وجنه الرضوان شوي سؤال طرف في بالي ما كان مبرمج غير لا بد لي منه بسم حال انت تكون مرضيه بظرف وجيز من الزمن. شتي كانك يجيك عليها. طيب انا بطبعي من الباديه وموهبتي موهبه بالحكي. ما نعرف نكتب القلم. ما نعرف نقبل القلم اياك نركب كلمات ونجي هذه ونقلع هذه ونديرها ما نعرف. ولا نعرف درك يغلبني نقول على الاخلاق. غير ذاك اللي منه جاي. هو مترقب واضح حضر له في المقصد يعني وضع لي بالعجله وقد يجي في دقيقه واحده وقد يجي في نهار متفاوت حسب الانشغالات يعني غير بعد هو له جو جاي براسه ما نعرف نكتب سبحان الله.
إلا نعرف نقدر نكتب الغرض معين نكتب من عندك أنت شيء الغرض معين. قلت مرة واحدة كتبت طلعتين واحدة لين طالبتني بها امرأة صديقة عندي عن وخذها لي في الإذاعة وكتبت لي هذيك وأخذتها في الإذاعة وحفظتها. ومرة الأخ والمدير والأستاذ ابن العم الغالي أحمد ولا جاي هون في قناة الوطنية كتبنا نص لهنا نحكي له برنامج دور برنامج معين غير من ذاك ما نعرف ما نكتب شو. سبحان الله. بالتالي لغنا ينقال ما يكتب اللي منه له ينقال هو له يقول راسه جبتي حسب الشغالات رجع شيل صيبت براسي يقول رجع حاله ولا ما صيبت براسي. هاي المرضية أنا قايلها تقريبا هاي مرضية طويلة اللي تكون قريبة من 8000 يوت والله ذاك مو عمران بتشوي صعب قايلها في ظرف وجيز جدا حتى عني نسيت تسميتها هون وعقب تلفنت لرقاجهم وتلفن لي به وتسويد ما هو واضح حتى غير حكمة ساكنة براسي قسالتها كاملة ساكنة براسي سبحان أنا فطار تلفن لي رقاج طلبت لي سيدة وملاتها علي وكتبتها من التسويد هذه الأخرى 84 تلاتة 84 تابلوت من البث الكبير يطير هي جاية والمقصد فم ولا حسرت. زي ضيف الكريم شنو هي عندك تبدي الكلمة في طلعة فاتلين شاعت وعات الكلمة يالتها تبدل شنو هي عندك طريقة الحقيقة اليوم تصحيح حوته اليوم لا لين يقول رقاش يشيع في وسائل الإعلام صحيح إذا ما قلت لك وسائل التواصل الاجتماعي يعني ياسر منهم قاعد ياسر من الشمال ديروا على فيسبوك لها غير مشكلة الواتساب ويمشي على الواتساب ويمشي عليها وتسمعوا الناس تبديلها ما يتواسع وبالتالي ما يلا قاعد رقاش برصش يكون فاتي لنا تمكن من غير بعد أنا عندي طلعة عندي طلع في مكالمات بدلوا ما رواقيش وذاك قالوا اللي اقتنعت به وقعدت نحكي بذاك القالوا فيه توسل لك اللي لاب جال مختار رسول الله بس فيه أستاذي الغالي وصديقي محمد المنوم سيدي محمد المنوم محيي قال لي ما تحت اسماك يا الله لا يقفسنا يعني بدل لي الكلمة عادة أوسع اللي قال لي هو عاد مفهوم أوسع تلفنت لي مرة ما أعرف منها رايد بتقعد تشاهد الحلقة رايد أعرف راسها قالت لي أن نجينا بيك من المقواس والديقة والطيش والأحباس عن الديقة أشمل منها الفتنة هي ديقة تقعد بين أذنين والفتنة فتنة شي كبير الأم أشمل نجينا بيك من أنا نتكلم طبعا عن نحن كأمة كمجتمع ما هو عن نحن كعائلة ولا لا ما يخسر شيء حد قاعد تسعى طرح عنده هاي المادة ذي لعل يطرح فيها شيء سابق بثها وإذا بات لين بثها وجاب لي ما يكبر من جبلهم ولانه هو لا بشر يخطئ ويصيب إذا بات لين طرال ورقاج فيها شيء والما هو ديق رجيك رقاج هذا الهامش دائما يشوف شيء ما شاف رقاج الميدان صحيح لكن طرالي غير هذا الناه معناها عني فاتح باب الناس اللي تمكن لي يجيب لي شي ما هو قانعني راهو شي ما هو قانعني ما يقابل وراهو شي قانعني اللي هنا بهو وهذا هنا انا هو المقرر انت هو الحكم طبعا انا هو الحكم صحيح هذه الكلمات الثنتين واحده من عند استاذي الغالي الاستاذ محمد المينو واحده من عند ما نعرفه وتبنيتهم حالا قلت سبحان الله انا ليش تخطيتهم قبيل قاع سبحان الله تنبيه بعض اللقاءات هذا اللي اعطاني هذا شجعني تشجيع كبير اللي اولا الاستاذ كيفته هو جبر خمسه طلع الا كلمه واحده هذا معناها عن طلع الخراطه لا ما لا لا اسكت عنهم زين صافي نرجع للصفحتنا عندكم نقرا بعض من الاسئله هنا التواتر صحيح تفضلي متابعينا ورك عندك محمد بن محمد لميم سؤال البداع باعتباره قد نرت لقب البداع واصبح توام لاسمك الحقيقي محفوظ والعب البداع ماذا يعني لك البداع كلقب يشرفني جدا وأفتخر به جدا هذا اللقب ما قبلته من الخلق هذا اللقب قبلته من بين
مجموعة كبيرة من ولاد موريتانيا جميع أطيافها وجهاتها وقاعدة للجنة التحكيم موقرة وتعرض للوحلبي صحيح واخضع على التلفزة الرسمية للبلد صحيح ويشرفني جدا 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 ويعني لي الكثير يعني لي الكثير زين عندك هون محمد والشرفة الشرفة قال لك صافي يسوري لي كانوا يختار القران والله كيف يا شيخ ندري أيهم تختار نختار تم نهار بيه كيف نروح القران زين زين عندك عبد الله محمد السلام عليكم هذا طبعا صفحة تواتر السلام عليكم ورحمة الله شحالكم راني محيي لأديب حتى وندور يحكينا طلعت ذيك الإله بجاه المختار إله عليه الصلاة والسلام صحيح محيي القائمين على موقع تواتر موقع صحيح جيد جدا صحيح والله ما كنا نصبوا عنه الله طلع هذه قهوة خمسة طلع راه هو بعد لا يقولوا وحدين فلان هذا لا حسن هذا طلع ثم هم صحابه هم اللي طلبوهم ومشاهدين هم اللي طلبوهم ما يقول تضرك المشاهدين احنا مرسل عننا نطلبوها صحيح لديكم براقيتوا اللي طلبتونا لا يقول ويسوي لا يتكرر ما يخسرش يلي لا جاء المختار الرسول لا قفزنا نجينا من عذاب النار ما لقيت في الحمس ذاك اليوم اللي فيه تقوم الناس وتحصر في السموم والحميم اللي فيه تعوم ذاك احنا منفسنا انت تعرف هذا في اليوم مقداره 50 الف سنه والشمس شبه انت معلوم لا يقدر تشمس نبي انت تعرف القيوم على الشمس انه يدوس نبي وقت نطرحوا المتين بشبر ما هو باطل شبرين لين نطرحوا المقادين اذا طارحنا ما حسسنا نكب مكتوفين يدين جانا كامل يعفسنا ما قلنا هذا ما هو زين ما صككنا ما فركسنا بينات يدين السوالين سهدي يا حفيظ لسنا الجواب السوالين مين واعطينا قومة انسنا الى وفي الملك الديان اللي مازال ذاك كان من دفعتنا فضل الشيطان وقت ناخذنا وركسنا فات وعمان على عمان ما قدمنا فيهم حسنه ولا صلينا ساعه الاذان ودا ما صمنا قاع سنه ولا حجينا عمان متان والله ما قاعد كايسنا وطفحنا وطلصنا العنان اليوم على قدام قسمي الاله ولا نحتماه بحماك في الدنيا ونحن معطاك واعطينا من فضلك شهاك واسترنا ما لبسنا تعرف عنا حشاك ما تجرنا ما سيسنا ما قلنا قاعد ذاك ذاك ما قسنا ذاك ولا قسنا ذاك خلينا ذاك اياك ذاك نعود وما يرسنا السده ولا ما تحت سماك يالله الله يقفسنا راهي كانت ولا ما تحت سماك خاطيك خليك فهمت تعديل هي تغير محمد ولا مهم ولا ما عادت ولا ما تحت سماك يالله الله يقفسنا ما قاعد ما ندايرين معاك حد خاطيك ما هو خاطيك ولا ما تحت سماك يالله الله يقفسنا ولا جينا بيك من المقواس والفتنة والطيش والأحباس هي اللي كانت نجينا بيك من المقواس والديقة هي اللي بدلت المرأة نجينا بيك من المقواس والفتنة والطيش والأحباس وقتنا ما نقول إحساس عن طريق الخاسر ما يمسنا وجعلنا فوق الناس رياس ما فينا عيب يدنكسنا توالى عنا باس الناس حد على خاسر يدرسنا خوز شورك ما على باس باش نعود وما خوسنا لو ضارب حد حتى قواس لو ضارب حد يبخسنا لله لا المختار الرسول لا عقبتنا نجينا عليه الصلاة والسلام عليه افضل الصلاه والسلام لما هو معقول فتبارك الله اكثر من رائع الضيف الكريم يطلب من المخرج انه يطلع الفيديو الموبايل وعدوا يتكلموا عليه ان شاء الله يا رب السلام على رسول الله شهيد الاعزاء شهيد الفاضل السلام عليكم ورحمه الله واهلا وسهلا بكم الى هذه الحلقه المديحيه احنا نطلع نتكلم عن مدح المصطفى صلى الله عليه وسلم والله ما نعرف منين بدو ولا نعرف منين الله نوفى لان غرض شريف ومبين وذري جدا 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 غير وكثرته هو وذراه وكثرت فيه الافكار وكثرت فيه الصور وكثرت فيه العبارات الزينه وكثرت فيه القيمة المعنوية هذا ما يجعلنا نقصر نهائيا ما يجعلنا نتقاصر عنه ما مدحنا ما كثرنا من مدح الرسول صلى الله عليه وسلم كنا نمر من مدحني بشطر كلمة وجبت له شفاعتي صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم يلا تنملي احنا من يتلا ونعدلوا خلينا نعودوا واقعيين شوي شوي نعودوا ملي صراحيين شوي نحن من ترى نعدلوا غنية عاطفية قدنا نفقوا عليها الأموال بإنتاجها نطوع
ناطور صاحب الكلمات، ناطور صاحب الاداء، ناطور المنتج المخرج كذا كذا كذا. عدلوا كليب اغنيه عاطفيه ليت لو نعدلوا بت مناسبه اجتماعيه والله بت تماري مثلا مستعدين نعطوا مئات الالاف مستعدين نفتروا فيه نبذلوا فيه طاقتنا مستعدين نفتروا فيه فنانينا مستعدين نفتروا فيه شعرانا ليت لو نعدلوا اغنيه نشيد ترويجي مثلا كذلك يا غير للأسف 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 الشديد وهذا واقع لو ما عشناه وشفناه ما نقوله بنيت لو ما نقدو ننفق أموالنا على مدحة مدحة الرسول صلى الله عليه وسلم نافعتنا في دينتنا ونافعتنا في آخرتنا ما هون حد مستعد يعدل يا الله الرد واللفت على هذا الجانب يا الله ما نقدر نقول رجال الأعمال بيبي هذا قد يعدل حد ما هو رجل أعمال قد أي حد يعدل قد أي حد يقبل لازم تمدحه زينة تدير عليها قفان زينة من بات نقول القفان في الشيء الله يعطينا خير إن شاء الله نقبل لازم تمدحه تدير معها قفان زينة ولحن ولحن زين مونك في الأذن وقاعد يسمع وقاعد يسافر والله يعد تعدل بهم أغنية مصورة كليب مديحي زين وهذا يعدل بالعالم وعاد قال للناشد الدينية عدلوا احنا بالحسانية وعدلوا بالعربية يعني بلاد مليون شعب بلاد مليونين مغني أما بلاد مليونين فتبارك الله رجل الأعمال بلاد مليونين مخرج مليونين مصور مليونين استديو تسجيل هما أننا ما نتطوع ونقوم نعدل المدايح سجلوا المدايح النبوية الشريفة هما أننا ما نسجلوا الكرز الزينات هون الحمد لله رب العالمين من هون ودون وعدلوا برامج زينة تخدم هذا المجال برامج المدايح النبوية الشريف برامج في التوحيد برامج تلفزيونية وإذاعية وعدلة ندوات وناس لكن هذا قليل وكثير هذا قليل بحق شفيع الأمة قليل بحق المصطفى صلى الله عليه وسلم والله اللي قليل بحق والله اللي قليل بحق ما نختار طول عليكم إياكاش إياك نقدم لكم قدينا نقدم لكم اليوم من مديح المصطفى صلى الله عليه وسلم وإن شاء الله تتابعوا وانتم أكمل أكمل وأتم السعادة وتصلوا للمصطفى وتدعون الله محمد عين دق عين عطاء الله. مشاهدينا الكرام بعد هذا الفيديو الاكثر من رائع ضيف الكريم محفوظ ريت هو هذا متاكدين عنوانه محفوظ انا كاع كاميرا تبان حكمتني في الدبش ولا ابقى رضيبة والله الا صبيتني محفوظ ريت تكلمنا عن هذه التجربه الاعلاميه اللي كنت هذه دائما تسمحوا لي نحيي محمد عبد الحميد صديق وزميلي اللي كان صوته هو اللي يحكيهم و استاذ الاعلام صديقي سيدي الحاجن بخير هذه التجربه كانت اقتراح من سيدي الحاجن وجازي بخير اللي اقترح علي عن عدل البرنامج حول المدح المصطفى صلى الله عليه الصلاه والسلام وهو كان منتج البرنامج عدنا حلقات من هذا البرنامج الموريتاني ونبثوا في رمضان وفي ذاك على ذاك سيدي ما فات اقترح لي برنامج ثاني انا بدي اصلح مني مقدم برامج في مقدم خام هون لا يعقب يظهر قريب ان شاء الله لا تقدمت حلقه في الوطنيه لاول مره قعدته وتعين علي نقدمه وقدمته جيت صحابي تبارك الله عليك تبارك الله عليك كانت كنا نحاول عن هذا العمل الاعلامي ان شاء الله يجي ميزان حسناتنا نحاول نتكلم عن المديح عن التوسل عن
بث في رمضان ما شاء الله فتبارك الله كانت ما شاء الله تجربة وراجل من الشرق قاعد على حسن الحق قبلني سوارق من هنا زين زين حتى ما شاء الله تبارك الله. عندك سؤال طبعا هذا الأسئلة على صفحة تواتر زيدان محمد فاضل وخيرت بالبداع محفوظ مسلمين عليك وهذا الطافيلات الله يسلمهم اللي استضافوك لنا متوحشينك وهذا اللي قلت ما يقدر ينقال تبارك الله. أراني طالب منك تحكي لنا ذيك الطلعة اللي حلم اللي فيها اللبن إلين جيت إلين جيت لهين يمشي. زين 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 صحيح. زايد الله يسلمك الله يسلمك شكرا لك راني محييك وسلم على الجماعة. إذا أنا لبول طبعا تلبي له طلبه طبعا ذيك حلم يقول لقيت لي من هذا الرام البارح من جملة الريان فمو حاجة وأنا من عامل وزي كنت بهذا الساعد قعدنا الاذنين اللي قدام ما فينا موجود يراعي وشركنا ياسر من الكلام منين ساعة الاذاعي واتسعت وعضوا الاسقام مني وطوال اتساعي قالت عن لاحقين نمشي ولا عن درفتك راعي ماشي عن ذا كامل من الشماء وبشر نجي واحد. زين حتى زين حتى عندك هون الشرفة الشرفة راني مسلمة على الضيف وقولوا انه يقول نقاف الشريفات شريفات يا رب الواحد في ذات وتسند لعبدك غضيب ولا رقات عليه شريفات ما يقد يقول لهم قيب بين ما هو زين حتى شكرا حد حبيبتي حورية مولاي إدريس الزميلة والأخت الرائعة حبيباتي الله يحفظكم استضافة محفوظ والعبو استضافة موفقة شكرا جزيلا حبيبتي كرت الأخت يا مرحبا بك الله يصحبك سمحوا لي أرد لها السلام راني مسلمة مسلمة لإصراف كاملين مسلمة للناس اللي فم كاملة شكرا زين لك. عندك هون سيداتي سالم طلب ضروري ندور طلعة ذيك اللي يقول اللي من تذيب حاجة ما نفلش من تذيب تيتاني المجيب مبارك لين يجيب ربي هو يوقفه نجيها فوق عليه بساحة ذاك المقبود اختر سيدي عني ونعطي جايب لقفه ومبات أطول مني بوه يوقفه زين زين وجهت لك تحية خاصة وسلمت عليك الأخت مريم انتباهة وهي الأخت والمتابعة لبرنامج صباح الوطن وهي متابعة حالا على قناة الوطنية ونفس الوقت متابعتنا في موقع تواتر تحية كبيرة ضيفكم الكريم وراني مسلمة على ضيفكم مريم انتباهة شكرا لك حبيبتي ضيف الكريم بينا رجع شوي للموضوع مدرية كان الأديب محفوظ لعبه مع تجديد الغناء والله ضده تختار تمام لا ثابت ما تختار تمام. اشتغلنا ما فيش جديد. وإلى بعد جبر حد قال ما هو هذه القوالب المستخدمة ودار فيه معنا زين بلغة زينة وإذا قاعد يسمع مرحبا بيه وسهلا. صحيح. ولغنا ما فهم هو لقنا قاع حنسه ولا لقنا قاع عمره كان في شيء زين حتى وفي شيء شين وفي شيء ما يقدر يسمع وفي شيء لقنا لا كيف هذا وقش لا في شيء زين في شيء وفي تبيح مقبول وفي شيء فهمتي خارج الناس شيك عن تجديد في القناة عنه لقنا بلوقة أخرى ما هي حسانية والله إدخال لهجات أخرى والله هذا لا هو إن قال اللغنة الحسانية الله يعود اللغنة الحسانية حد يختار يغني بالفرنسية يعود يعرف لدي بالفرنسية وغني بالفرنسية وحد يختار يغني بالإنجليزية يعدل حد يغني بالولوفية يغني بالولوفية هذا يقال اللغنة الحسانية اللي اللغنة الحسانية صحيح زين ما في انت اذا عندك انت مع انا شيء سمعته بودني قالب جديد ما هو مثلا بتوتت احنا اللي معروفين وراه بسيط تعداد بت جديد انا قد نعدل بت حاله قد نخرص عدد متحركين تابلويت عدد متحركين ما هم متحركين وفيها قدعات والله سرمه ما هم اللي يستخدموا ونقول فيه شيء من الكلام يعود عنده معنى وعد عاد بت جديد لكن هذا ما لابد منه هذا خارج من بتوته فات الناس رامت وذنيها وبتوت البيضها بتوت لقنا وحد يخليه حد قاعد يقني فيهم كامل يتم إلى إجبار منهم واحد يحيه وهم القوالب عدلهم البيضان ياسرين إياكاش إياك استوعبوا الكلام كامل صحيح ما لك عيتي تسمعي تقولي فلان أنا
فلان اسمها ما يقدش بالقن، ما خالق اسم ما يقدش بالقن، اللي ما خالق كلمه قد حراشها وقد طولها وقد تعكليها ما عندها بت معين استوعبها، هذه مفروغ منها. فهمتي؟ كل غنى لا انا ما فهمش اكواه هو جديد قانين جداد. زين طيب الكريم، من رأيك انا قط اشتراك قطاع بينك انت واحد المغنيين زملائك اللي في الحقيقه هاي قلتها مرات، انا ماني قطاع حتى. مالك انت ما شاء الله بدع ومغني. ماني ماني قطاع ولا نعرف مالي، ربما نعود بقواعد القطاع، قواعد القطاع متينة شوي وحد ما هو لا يلتزم بها حتى ويعجم الموجب ويعود هو متقاطعين متقاطعين على الشيء، يعود ذا الشيء عنده قيمة وعنده أولا قيمة أدبية وعنده معنى، الآخر يعود ما مهم. حرك ياسر من القطاعات، أنت بداع وصبية بداع وسميرة بداعتين وهذا هذا ما هو قطاع. أنا عندي قطاع ما هو ياسر حتى، وعندي قطاع ثاني مع أصحابي صحابيك اللي نقولها لكم معناها سالم مليون وسشريف للسيد عبد الرحمن باتا وذيك الشله ذيك، وعندي قطاع محمد نوح، قطاعي مع الشباب الحقيقه ما نعرضه حتى. اللي بعد على ان قال احمد سالم يونس قال ربعايا من قومي لعيان، ما مستنى بس تلك الجميل ربعايا من قومي لعيان وللسيد واحمد لواه وعبو قاع وعبد الرحمن علي ما فيهم حدك شاه صحيح ولد الله هيك الطلعة. عندنا نقول كل ما يقول قاف بسقري عن راسه ويقول قاف بسقري عن واحد من أصحابه، وعاد قطاع رائع جدا راعي هون إني تخلصي على هذا. عندي قطاع ثاني مع محمد نوح اللي ما هو ياسر حتى حكينا مرات مبتذل ورصفوا عليا وحدين ياسرين بقيفان وطلع وهذا يخير له هو اللي المقصود منه القطاع لين خلص يجيني قاف هذا هو المدور منه إلا القطع، ما فهم شيء ثاني، ما فهم شيء ترى وقع عليه من الدولة مش. وشفت قدر من الشباب واحد خلاص حرقاج كبير من مغني وقاطعوا ويود قطع يعني تخرصي لهم ما هو علم لتشي إياك يحصل له الشرف، وهذا بعد قاع أنا ناصف فيه بي لحد تقاطع واقترن اسمه باسم حد كبير قاع مهم إياك يقعد ويقول قطعنا وفلان تقاطعنا هو مو قطع هل ما ينقبل. زين طيب الكريم لين نرجع شوي عفوا لين نرجع شوي لقطاع كيما خلق محمد ريمون لحمد ديه معاه الهدار مشالو دماند على فيسبوك وتاخر شوي عاد تم قطاع طريف وينهم هذه قامه ادبيه لا تسولني عن من عارف هذا عنده موجب هذا عنده موجب لحمد ديه يختار يلطف الجو مع استاذه استاذنا كامل ويختار يقول له اللي وراه ومشاله دماند ولا اكسبتها العجلة يقولها له قالب كيس يقولها له شيء كيس وذاك مولي يجاوبه وما يلاحق مولي لا يجاوب جواب زين هذا بعد علش هذا هو عنده مش وعنده معنى وبين رقاجين مولي يعرفوا منين يتوكلوا الكتشف صحيح. زين عندك محمد وبدادية تحية عرض خيرت وخيرت وخيرت كما أحيي الأديب الكريم الكبير صاحب الأخلاق الرفيعة محفوظ العبو أنه متابع نظرك شكرا جزيلا الله يلا شكرا والله زاد المتابعين حتى زين سميرة زين ضيفي الكريم البدع جاتك هون رسالة طبعا من صفحة تواتر أنك تحكي لهم شيء عن التوجيه العاد اللي توجيه الحقيقة ماني وجهه حتى يا غير خالق طلعة هي مروم شيئا ما على غرض الفخر ولا قاعد انتين يا غير هم في مضمونهم طلع توجيهيات وهذا من زاوية أخرى توجيه من زاوية أخرى أنا مفتخر على أني عن نعدل ونواسي والله هي من خصال كذا 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 هذا على وذني نبوج عادة بالنسبة لي أنا توجيه من زاوية مغايرة شوي واحدة طلعت البداع ذيك اللي شارك بيها في نسخة البداع الأولى والحلقة الأولى من ذيك تقول حد العادي يختار وخير يعود بداع في هذا الخير حد يخليه العادي يختار يعود بداع يعود بداع يقد يعود بداع غير لعاد بداع يعود رفاع بحمل الصبر والهم الكبير ويعود يتخلق خلاق رفاع وتم يطيع إله القدير إله القدير لا بد ينطع
توجي يطيب احزاب وحدين وينير في العلم الطريق وحامل اطباع اهل وعود رشاد السير وتم يحصلوا على التسع وضعيف يعود الامور تدبير وعود مشرح وعود رتاع الكل محروم والكل فقير وعود اللاحق عليه نفاع وهدي ومقادر كبير وصغير ما يحكم حد بروس الاصبع وعود بالدعم التسعدير الاخلاق في الرخاء وقاد صراعتي بالواتن على الداسير وعلى التافيق وقلت ولع والمعنى فيه معلوم تفكير ويعود قطع لباح القطاع وحوص الأشوار ويعود خبير في التيدينيت والذيك سمع ويفاصل التبتري وتشوعي ويفاصل النية ويفاصل النقع تحية للبدادي بداع متافقه الصفات جات في بداع توسع الباعي غير بداع مطوط حشات إلا بداع مطوط حقا معناها عن بداع يلا عود معها ياسر من خصال الحميدة إياك يعود قاع مصنتي يتميز بيها خارقة طلع أخرى كي قلت لك حكم فخر غير ما اللي هي توجي تقول دير في يديك اللي قابل قبايا عني الامثال ما بي تنضربي غير قد يلايق معايا ولا عندهم ما يقدر ينشر ما نشتف بحد فيه الشيء والله ما نصولي لا رجل يضرب ندور لا عندهم العطايا ونحول الله عليه لين نكره هو تنشكال وكل شكاية واللي يخاف هو شور المهرب واهلي ما نجيب لهم الجناية ولا يدقوهم مني فر الحرب كلهم ساعي وكل السعاية ما نبعد من حد ولا وقرب ما متعاقبين علي النوايا وتقادين في قاسم المضرب ديار المجد في كل رواية معناها عني الديار الأجرى ونوجه الخير عيني ما يفقفايا وتعاف نفسي لا طيني المشرى وخالطة فيه تربية الزوايا وتربية القانون وتربية العرب العرب زين حد زين جاتك جاك سؤال والله رسالة من الزميل والصديق والأخ مولود والمبارك وخيرت بك جماعة تحياتي لكم غير محفوظ ذكرني ماني مسلم عليه ولاني محي وخيرت بك الزميل هو مولود العزيزة مولود قال لك صاحبي ذاك خويا الغالي قولي له عنه محرم عليه يتكلم بالحسانية في استديوهاتنا خالق لا العربي أصل بعد شي محرم عليه ولا أقول له عنده برصوانة لا يتكلم لا خالق الله ينطلص الضيف الكريم ليت سمعنا شوي من الغزل الغزل توني يا الغزل قر هو نمرد يا غيلان قايلها لك مرده يا غيلانه عندي هون مرده مانه في نختار نعودانه قايلها لك يا غيلانه لعلي يردها لك حد والله تفشي عجلانه شي شاع تخالف يا الرب حسي عن روحي من هانه منك ولا حسي ما حد مقام الحس اني نبقيك دخلي وباقي تزست الحد ولحتى جي يقطع بيك ما راح يقول معك كامل الاحترام عندك هون السؤال زينة محمد شكرا الطافلات لاستضافة البداع بلغوا هذه الحلقة ما اشتكى علي لحد فات وتحياتي وطالبوا يحكي لنا طلعت قلت عني نوفا من عراد مكني الله يسلم نوفا قلت عني من عراد مكني وملكني وسكني ويجي منه شوه ما هو واهي مني ما على ضرشوه ما هو سبة ثاني نوفا بعضه توفا نوفا من الشمالي داهي منه نوفا سنحت بقطع النوب لا معنى زين حتى عندك هون أسئلة على صفحة التواتر ما شاء الله ما شاء الله جواك ياسر ياسر من الأسئلة على صفحة التواتر ما شاء الله تبارك الله محيينكم حيين البرنامج شكر جزيلا للموقع تواتر على هذا النقل المباشر صافي نرجع لصفحة البرنامج صفحتنا نحن صباح الوضع صفحتنا نحن هاتي سميرة سماني وصافية سماني على الأسئلة المتابعين صحيح الصفحة عندك هون محجوبة من تحطاب أهلا وسهلا بالثنائي المتميز صفية وسميرة بضيفكم الكريم والله بعد الله وخيرت به ضيف البداع محفوظ العبو هذه حلقة له تعد متميزة جدا جدا طالبة من محفوظ يحكي لنا مرضية على الشيخ والأمة رحمة الله عليه صحيح لكم فاتر لأنها كيف قلت لك خلط عليها المرضية والطلعة الكنزة الأخرى إذا عن المرضية فنحكيناها والطلعة الأخرى اللي شك هي إن هي المرضية اللي هنا نحكوها لها صحيح تفضل فيك تقول ظهورك ما رأيناه كيف ظهور حد من ليلة استولية الخلاقة ظهورك ما رأيناه كيف ظهور حد
من اللي تستوليت الخلاقه وذاك الظهور في الاذهان تحور يا شيخنا علي الشيخ كيد براق خير اتمنقع من بركات ما يقول وحلو وازلاق للضواق تنفع الصديق وتضطر اللعد ومعمور تازبتك اللي اشهاد في نواق سحت ونزلت اطار ولاخذك محظور ودخلت ترخل وقام تاري وفجرت من العلم الخير والبحور والحكت المؤمنين كانت غراقه ودفقت جايه بلا تدبر هاربه من اللمبات فقلاقه وعارض لها بالضحك والبخور والمفصص بالدهني وساقه والخيط والوه وشغل التور وبلحم الجمل وبلبن الناقه واللي منها شاكل جر مضرور بزناش يا صح مظلاقه مانك حظ طبعك ما هو قشور الاذن ما تحوس والعين ما يشهر واقف والتبسان فيه ياسر من السرور والصوت فيه ياسر من اللباقي وتوطب الشور لكم هاك مجرور مانك حشاكي وما نزع فاقر ولباسك ما هو لباس حد مبرور ومشاي بلان عايز تراك ولا لقايب تلي تعود مشكور وش قال شاكرة كان يشير خلاق ما قد طنفاط من السالف الدهوم وكم شمل مغنيين حلاقي شاربة من شكرك خادمة البحور لسنتها جابة لها ميلاقي كلها مقرح وكلها مكرور وذاك وحال المغنيين الاعتاقي من حياته طرح عليك والشور يبرك وبنج وبراصاق وبات الحرب اللي تنتشد بالشور والشحوام جاي وما يلاقي وتعطات لي لاريت مكدور لفام شكرك من هون المفراقة للحاكم وفلك والله والنور ومرجان وزيرات الملاقة والقنيبة والمبيديع ام النور والارش والصبع والعلاقة والحاكمات عدل معهم عاشور واللي شارب عوين زرقاقة وبهيكتم العروب وواد كامور وقدتها قانت وعلى ابواد الناقة والفاد واب والفرقان والشوق وحومات الحرج وقصور قتاقة والحاكمين حواش ذوك البحور واو كاروتي رسوام الساق وتميت الله بذاك التأمر والناس جايتك صاق على صاق شي جاي زور وشي جاي دور وشي ما جا كله وفي الزاقة كانوا مجال يلا لو محرور نمشي لك مقطع ديوتاب وانا زيارك اخيار شيخ مزيور وماسيك دون شي غيس طباقة نبقى ياسر متناظر الامور ويد واحدة مقطعات صفان وفا ياسر من الناس مذكورة معولة عليا وعادلي علاقة وانا مقداش ومخاف من القرور ما نقدر ندير مع الديلاق اسك لان يا شيخنا كيف حد مشمور الوالدين عايدين لي نقاقة وهم ضعاف ولا من البرور نزوق عنهم في ايام حقاقة لا نقدر شيخنا رق طيور طائرة مشكلة طيور نزاقة الخير وقدو عند ذا الشكور ما وحشاه محتاج دقداقة وانت تلميذيك حق ونجيك مسقة مجايكي المزراقة صلي ركعات وشي ما ديديك لله دور الامور تتلاقى والله حشاك خلي تلميذيك يشير خلاقة يعطفها زين حتى هذا ما هو معقول فتبارك الله الله يرحمه ان شاء الله ورحمة الواسع مشات عنا بارك الله صحيح عندك هون مصطفى قال لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية صباحية عطرة تملأها الوحشة والأمان طيبة لكم ولضيفكم الكريم واللي أنا يستاهل مني ياسر ياسر من الاحترام والتقدير نختارك نختارك تسوليه لي عن سر القبول شنو اللي يمتاز به عن باقي الأدباء الثاني الله يسلم وراني بسلم عليه ومحية تحية كبيرة 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 الأدباء كاملين مقبولين الأدباء كاملين مقبولين مع طمولان ولكن القضية في علاقة العبد ورب صحيح سرير العبد ذاك بينه والله تبارك وتعالى يلين يصرح وتسقم طريق فم يدور يصلح لك بينه والعباد صحيح لا محالة وضع له القبول في الأرض زين عندكم محمد مبارك محمد الأمين حلقة متميزة لا شك بكم صافية وسميرة وضيفكم الأديب محفوظ ما هو رأيه في المقفي الذي يبتكره بعض رفاقه وخاصة الجانب التصريح منه المقفي زين هو كل كل رواية ابتكرت في الحدود المعقولة والمضبوطة واللي محافظة على الطابع لذة تملها زينة ما تخسرش صحيح يسوى قاعد أي شيء يسوى دراريا خياطة دراريا ويسوى خياطة الملحف ويسوى في السباق رواية كاملة ابتكرت وشكلت إضافة ما تخسرش المقفي زين وفكرة كان قاع خالق يا خير أصحابي أنا رفاقي أنا طراوا منه نوع ذي المقفي بأسلوب آخر وزين وأنا شخصيا قلبني قعدت معهم قعدت معهم ودرت في المول عدر طليعة من المقفي المعدلين هو اللي جيت واقف وزين جدا القرشين حاطينها منه مثال تق والله يقول لك واحد منهم أنا ما نحفظ طلعة غير اللي نعطيك معنى من هون كيف يقول كنتي مانك مثلا مانك زينة كيف لك الطلعة اللي شوينة وراسك حد له زينة وكبس ما هو كذا مانك كذا ولانك كذا ولانك كذا ولانك كذا به اللي مانك فلان متفلا به اللي مانك صبية متسمان لا لا هو المقفي هذا هو عاد عنده
معنى أكبر. فهمتي به اللي هو الخصال اللي يقول عنها ما يفيق. يعني في صفية من السماني. فهمتي؟ ولا يقول عنها ما هو فيك ولا هو فيك ولا هو فيك. به اللي ما أنت فلان أنت فلان. زين. المقفيوتو. هو مقفيق الطريقة زينة. طريقة زينة. من الآخر جيتينا من الشرق شوين ويقل حتى ودخلنا. إيه وراس حدلو بينا. اللي قايلها لك معوض عنه لين جينا ما ولا يمشي سال. راسك أغلى قيدات النيل ما جا من عند الراس طويل كلامك خاسر وقليل وتوز تحصيل الحاصل. على الناس بترك تشيل طبعا يصغر الراس وهم لازم راس ما طويل كلام ما متفاصل. زين. هذا المقفي الحقيقي يقل هذا الآخر بالنسبة لي قد عود أذمر. بعد الآخر زوين وطريف. غير هذا العدل وصحابي أنا ما هو عليا بعد عليهم ولما بعد على الظهر ما قاعد يدري شو نقلبهم كان غير عدلوا أثمر شوي اللي كيف قطوا مدي هون جاء عنهم 2015 2016 عدلوا رواية مدي اللي كيف ذا كي تجديدين قالوا ساشيكو ما قنعني ما قنعني صحيح ياسر مدي من الأدباء مدي ما قنعه ياسر مع أني نعرف سبحان الله الرحيم هو حاجة لي ما لها تبدال طالعة بكلمة والد عندنا كبير قال له بوي وليد قلت الله علينا وعليه أمين إن شاء الله قال طلع زينات البكاء على اللي طلع اللي افتقانت وعدلهم نفس الشيء لعدلوا التركة لعدلوا الشباب ضر طلعت محمد لاد واسمه محمد القصري حد أصير افتقانت شاء ضمن فيهم وعادوا تيفلواتنا اسم محمد القصري عادوا ضمن فيهم واللي بوي راح طلع عليه طلعوا الجاي وعاد حكما حد يعرف نعرف نعقب ان شاء الله ونعقب نقبضهم عند حد منا يدون نحكي لهم زينات حتى دكتور زينات غير بالنسبه لي شاسيكور اسمه قاع نفرني نفرني صحيح من ومع كامل الاحترام لاصحابي عرفوا لاني راهو قاع اللي منهم كامل قط قال في شيء قلت له انه مو قانعني يعني. ما اقتنعت فيه زين عندك هون محمد علي الهاشمي تحيه لكم ويتبدع محفوظ حلقه متميزه شكرا. عجبني تركيزها على المديح النبوي سؤال صح كان صح. عنده طلعه على موريتان حب الوطن لعاد عنده يحكيها لنا ويقول لنا امال لا يسهل كيف انه يحكي عن هالشيء عندي قاع نشيد عندي نشيد قناته فنان ميت ومتبويا يقول المروف وخير ثم وجهنا تحية خاصة من المنبر خيرت حتى قاع نعرف عنه نختار عن كل بلد ثاني موريتاني وخير فيه موريتاني رأي قنات وراه موجود وعندي شيات خرين في الوحدة الوطنية وعندي طلع عمال كبيرة حتى تعود توجيه والله حتى على الهدوء وحتى على التعاخي موريتاني قال لي حسك تمي قل لي في المشاكل خلي شي ما هم الداسر حتى خير يولي عن ششوره داسر ما ينفع ويدلي ليده خير بياسر إن شافهم ملي لمرت وعاسر عادت والخلق اللي شري عاد الخاسر والدم اللي شلي والدنيا تتكاسر الارقاب والإهانة والعالم متواسر يعرف عمو لانا حاكم عنا ياسر عندي ياسر ثاني ما نمسح حضر من ياسر حتى زين جاتك رسالة طبعا من صفحة التواتر إبراهيم محمية لا تنسي تطلبي لي من الضيف يحكي لنا آخر إنتاج عندك آخر شيء جمع الدرب آخر شيء قاعد أنت أخوتي آخر شيء نايم قولي من إنتاجك شريف اسمح لي لين نجابر ندور نحكي لك زين عندك هون الشيخ المهدي حمود شحالكم راني موجه لكم تحية وللضيف الكريم ونختار يقولنا قصة ذا القاف شنهي بان القاف طريف شوي طفلة قالت ما ينقال محفوظ تعالى مطولك يا مولانا نزال مش هو تودعتولك بسيط هذا خارجة خط عندي كبيرة عندي علي تعرض شيء أخير الأدوية اللي حامل له وأنا زعلان ماني قادر ندخل نقرأ الأدوية وتحت رضوى وشايفت إن هي من ليه قامت وعيطت لي في البوق وتعاملت عنها شوي قامت وقالت لي فلان وهاي لها مطولة قدام الناس جيت هنا جيتك من جاي قالت لي صاحب سونوريزاسيون انا لا تطير البوق عليه يقول لي مبيب قلت لها انا قاعد عندي قاف قالت لي طفله ما قلت لها راني ماني قايل راني قاعد تهورك على التلفزه قلت لها قالت لي طفله ما قلت لها تحيه خاصه للفنان الكبير راني محييها اختي الغاليه
تفاهم انت سامعانا ويلقى حتى وصل الصحه بقى. لا وخيرت بها موجهين لها تحيه خاصه من المنبر الفنان الكبير وليا نتاع مرتش عندك هون اماش وخيرت عندك هون البو قال لك السلام عليكم مقدمات المتميزات شكرا جزيلا والتقدير على البرنامج الاكثر من رائع ونظركم تسوي اللي بدعي كان مازال جاي نصف من واليب والله ما هو جايكم اليوم ان شاء الله يا رب انا كنت عايش اليوم في هول القايله الطائره القايله انت ان شاء الله ربي لين نتواضع لك معاك تعدل فاديستك طيارتك مسات بعيد ان شاء الله يا ربي لا هنا ما بتعرفت الصلاه قيس المطار شكو عن الجيم ما بتعرفتي كان بشيء هول القايله ولا هول القايله عن المغرب والله مبكر الصباح ما بتعرفت ان شاء الله لذلك اللي فيه الخير ان شاء الله قال لك محمد عيل هاشمي راهو بعد صفات ماني ما بان اللي هي تلقى ماني ما بان هو صفات تلقى راهو قال لك عن جزئيه الجواب عن هالكيفه ما تكلمت له عنه ما قلت له عنه شيء ذاك قال حق كيف قط هون في البير حاجه لي قلت لي حد اليوم رد ماني عارف من هو في شد بعض اخبر عنه كان قد كيف يريد معرفه عنها بردت الصيف صد عنها وكشات خريف وخرف القراني لين بدنا موقفات الصيف وانا بعد ولاني لحد الاخر ما نبخر سيفه لين تحشلف ما بطيت سابقت اصفاري لين فوسد المخرب لين جيت بعد القران وكيف حتى عندك محمد البودادية صافي الوقت نختارك تطلبي لي محفوظ يحكي لنا طلعة الطفيلة خلاق طفيلة؟ خلاق قال لي طلعة فيها طفيلة خلاق ويلقنا من حكايه ما نعرف انا قال لي طفيلة خلاق نطلب منه البودادية عاد يصلح لعاد هون خطا لا بعد شوف لا هنا لا هنا لا يبردوا الوليد على طلعهم هاي تعود هي بينهم معي لا يوحني شفت بوداد دائما يوحني قط مره ماضيه وحني هون مع الفنان الكبير قال له ماك ولدندن طلب حد مني شال العزبه متدبي قلت له العزبه مقطع لا وحني بوداد وراكم اللي داهي باني وحني في طفله خلاقه هذه اللي خلاقه طلعت تقول كيف والقران ابو حفره فيهم طفله صفرة مالت بيض طفيله خاره قالت لي حاسي البركه لا بين القله والكثره ما ونزلت البركه هذه بعد راهي قديمه حتى في قدم زين زين هذه بتعود صح قلت له واحده اخرى حنا قلت حني البوداديه يصلح لنا السؤال وجاتك رساله طبعا من هون من صفحه تواتر تحيه طيبه الصفية لا 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 هذا أحمد لمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية من أبو مصطفى الأنصاري من المدينة المنورة للمبدع الأديب محفوظ والعب والسميرة والصفية برنامج جميل صباح الوطني نتمنى لكم التوفيق شكرا جزيلا لك أخي المشاهد عندك هون تحية طيبة صفية والسميرة نورت القناة بضيفكم الكريم محفوظ وخيرت كبيرة بفخر أهل الشرق سلموا لي عليه حتى شكرا جزيلا لك عندك الشيخة عالي وخيرت كبير تحية لكم الطافية تحية خاصة للبدع محفوظ واللعبو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موجه تحية لكم كامل وطالب من محفوظ يقول لي شي عن غوط سجريني بي عن غورط عن غورط من طبعا تقول له شي عن غورط يسجريك بي السلام عليكم ورحمة الله راني مسلم عليكم وسولي لي الضيف كان قد يحكي لنا طلعة ينقالها للأسف هذه طلعة اللي نتخطاها اسمها متمزلق شوي وشكرا جزيلا لك حبيبتي مريم تباها راهي سلمت مولي عليك ورات لك السلام تفضل ضيفي الكريم تسمعوا شي الوقت ما تمنوا ياسر تسمعوا طلعة غورط لا غورط ماني مستحضر ماني مستحضر ما لك مستحضر هذا السلف هذه ان شاء الله اذا مره اخرى ان شاء الله ربي طيب الكريم له شوي عندي هون سؤال لابد لي منه بسم حاله تنتقد انت مبتدئ في في في, في القناه كي مثلا شاب مازال هاوي القناه بسم حاله تنتقد اولا كانك لي جامل وقاع والله طيب شوفي هذا عندي في تجربه الحمد لله كبيره بي اللي الحمد لله رب العالمين تلفن لي اسم شباب مبتدئين واحدين منهم عادي يقعدوا معاك انتم هون ضيوف سبحان الله الحمد لله رب العالمين ومن سنوات قريب من قريب ما نقدر نعدهم فوق الثلاثين من الشباب المبتدئين
وشي على فيسبوك وشي نراه مباشرة نتعامل معاهم كذا خلاص مستوى واحد إلي نعود مستوى عادي لباس به قد حد ينفعه ذاك الخاص بسيط راسه ويديه فيه نعطيه وقتي ولياسر فيه حد قاعد حلاك مستوى قد راسه ما هو قاسي حد ولي نعود مبتدي يعني لا هو يختير عود يعرف هذا غير ما عنده أصلا موهبة ولا عنده محاولات ولا عنده هذا قول هذا المدي مباشرة قول له عنه يحفظ ابنه إذا طرات الموهبة هو ما يقد هو الموهبة فيه هي النواة هي جقراش صحيح قد ينسق حد جبرتيه عنده مبتبات خاض قد يتسقيها تسقيها وحد جبرتيه ما هي عنده أصلا كوية ما فيها شيء ما عندك لا يتواسل وعندك لا غير ما نجامله هي اللي حد فات لي صحيح صحيح بشي دوره للقاشية يفاصلوا فيه دين ألا يعود أمين معاه ويقول له في ذاك العالم به مولانا غير مول نختاره نختار الشباب يتم الفرق بين قلع لي شقارت هذا وبين بدل لي هذا صلحوا لي ومشي أنا أقول عني هو القايم يجيب لك الواحد تسويد كبير ويقول لك قلعي لي شقارت هذا لا تقبل منك انت ساعتين ثلاثة أربعة نهار تقلعيه وتبدلي وتصقليه وبعد حسب شاكنت تعدلوا تولي ريباك ترميم كامل هذا ما هو هذا هو اللي انا ما نبقي غير نعت لك الاخطاء اللي فيه ونعت لك الطرق اللي يبدل بدل انت هامك تتدرب ما هامك انك تعطينا تسويد مش من الافكار ونحزان عليه ونعدلوا ونصقلوا وتمشي انت ما تدير على فيسبوك ما تدري تحكي وتقول قطاني ساعة قلت هذا مالك تو القايل اولا يعني ماني قافل سد الباب دون اي رقاش نختار فاصل ويدي في هذه الروايه اللي هي النهايه زين حس معني انا قاعد لا بنفسي نستخدم فاصل في اليدين اختار انا قاعد مده فاصل في اليدين زين ضيف الكريم لين نسولك سؤال قد يعود ما قبل الاخير في هذه الحلقه شو ما سي عندك الساحه الادبيه برك برايا كان فيها خمود والله فيها ركود الساحه الادبيه احسن ترى ساعة بعد اللي وقتان وجيت لنواكشوطهم من البادية أحسن فترة قطت عادت فيها هذه السنوات الماضيات فهمت شباب كامل قابل على الغنى ومبشركم ولي ومبشر أهل التركي اللي يقولوا الغنى علن غارس صغير يقول الغنى ويعرف الحسانية ومهتم بتراث هذا البلد هو هذا محصن تماما من الانحراف مالك لي تقولي قطيت شاعر منحرف ابدا لك شاعر محكوم على الجريمه ولا شاعر على الضرب ولا شاعر فهمتي اللي هو لك هو اللي انت اللي خاطبك هو خاطبك اسلوب محمد بن سيد ابراهيم خيرت تشكي عنه هو محمد بن سيد ابراهيم هذا بحد ذاته تربيه وبحد ذاته تحصين من الانحراف ومن الامور اللي ما هي مضبوطه ولا ما 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 يخسر شيء لا مدى شافت ولدها عنده موهبه ولا نقلت ما حاصرته عن قرايب لا حصلت عن شغله لا حصلت عن اي شيء يقول هو عنده هذه الموهبه ولا استراحته وداير حولي ولا هو معدل حلاقه بشعه ويتكلم بهدوء وهذا ما يخسر شيء بحد ذاته تربى صحيح هذا بحد ذاته تربى هو اللي حامل الشخص المكي هو من اللي يكرد ظرم يكرد ظرم دمه اللي ما يدح خير وعن دمه القيمه في الاخلاق وقيمه في الهدوء صحيح هيك الاثر منه معناها على انه حد ما يخبط المفوجه يقول له والله عود اديب يقول عود مهندس عود اديب وعود تاجر عود اديب وقرا عود اديب وعود جوير بالون يقول عود مغني عود ولقنا عود فهم لقنا عود نزل صوان وعود بيضاني حقيقي والله فلاني اديب والله والله في اديب والله سننكي اديب صحيح ما يخسر شيء صحيح ضيف الكريم عندك هون طلب ملح عليه بان الشيخ قال لك انك تحكي له هاي الطلعه يوم هذا جيت القران عجلان ولي عنه عماد اللي عنه عماد يوم هذا جيت القران عجلان ولي عنه عماد والبحفره جيت عجلان ولا انا ترى في الربطه ما نبقى نبطه الوان عم الدميه مرتبطه غير اللي قصت الفلان السلم من متن الضبطة والحكت اللي منها من هان فم الدحميس على خبطة وقعدنا فم إحنا الاثنين الضفية والخبطة وطيت وعدت الله من ينجي لهين عشر
نبطأ. زين حتى أكثر مرة عجاتك رسالة طبعا عن صفحة التواتر إيمان منت وخيرت بيكم وبضيفكم الكريم وسلمي لي حتى وسوليه أنت لي يفتح واتساب هذا بعد سؤال موجهته له أنا مولي وأنت لي قبل صداقتي أنا على فيسبوك سلمي لي قول لي أعلني لين افتحت لين افتح واتساب ندور نعدل دماغ صحافي تعلم بين الناس تعلم بين الناس كامل ان شاء الله ربي يضيف الكين وقت ما ترى منه ياسر راهو سلم عليك صافية ولا سميرة؟ من هي؟ انت انا صافية انت صافية ما لك تقبل صداقة ما لك صاحبي عليك ايوا ماشي اللي تقدر صداقة لا عاد من بلد من في العالم وفي مرنقي ان شاء الله ان شاء الله تبارك الله ساتيري تبارك الله راهو سلم عليك الشيخ المهدي حمود بلغ لك بخير سلمي عليه وعلى الجماعه بالغ والله ضيفي الكريم الوقت ما تلم انه ياسر لهيت لهيت تقول لنا شي شي ياسر قلت ناخذ ذاك دانت تيور الشيخ فيه صيف اطنبي صيف اطنبي الاستفاضة أصلاً ما يعود شوي. ما قاعد لا كنت قبالة سريعة في الارتجال ثم الحمد لله كلكم اسمها تابلويد. الحمد لله. كنت قبيل قاعد نعدلكم الأخلاق نقول لكم كيف. سميرة متسمعني صبية متسمعني. ما زلت قاعد قلت. حزوان. كيف تقواتنا. صحيح هذا لا ما زلت قلت تقول. لا ما زلت قلت تقول لنا قاعد فاحنا والقزوان. آخر شيء لهنا كنتكم به. حلقة في الشيخ المرحوم فاول البشير رحمة الله يعني عليه يقول اللي باقي يصلح همه ويتم بنوره وبجاهه لكن لا لا تمر بهم ولا إله إلا الله روم تاني عليه قاف ثاني يقول مسلم مولانا الضرر منشي والله قلبه ما هو مطمئن يتم كرر لا إله إلا الله سنحط ما هو معقولة شكرا جزيلا لك ضيفي الكريم راني بسلم على المشاهدين المتابعين اللي منهم قريتوا رسائل ومنهم ما قريتوا رسائل والله محفوظ عندك هون رسائل طلب عنك تجيهم شهر زويرات وهم هون على موقع تواتر عندك هون قالك انك لابد لك من تجيهم في الزويرات بما انك وعد نوالي بخطك واحد اركب القايد حق محمد ان شاء الله لك خير في توفيق كامل ان شاء الله ماني ما بيعنا خدمه العداله اي رجاج ولاني استاذ الباب دون رجاج وانا والناس كامل وللناس كامل ممكن الناس كامل ولا عندي حقد مع حد ولا يسافر الحمد لله وفالك وفال. الحمد لله اخ للكل وابن للكل صحيح زين ضيف الكريم ما تعنا من الوقت مهو لي نشكرك نشكرك في كلمه تبغي توجهها انت المشاهدين جمهورك ممكن نشكر قناتكم هذه المحترمة شكرا ونبقي نسلم على المشاهدين نطلبهم السماح ونسمح لهم وراوقع كل يوم معتب إن شاء الله ويوم عيد ونطلب فيه السماح صحيح ونحث الشباب على صيانة هذا التراث مادة ما عندها تراث ما عندها هوية ما عندها حاضر ما عندها مستقبل صحيح هذا التراث ناس في العالم الاخر عندها المصالح ووزارات وعندها وزارات صيانه التراث وهيئات واحنا متباركين معانا الجردون والحسانيه متباركين مع بدلون الفرنسيه المصرفه في الحسانيه وتراثنا متباركين معانا بالشلوه غير بعد ما نم اللي قابلينها زين شاك وعشاه بدح لا تلي دفقو لا تخلي لا تخليه صحيح زين ضيف الكريم هون شخص على موقع تواتر ملح انك تقول له طلع انا ختمه بها ذا الزمن ما انا الفاظ كلمه يكون مدح والله هذه لان ختم وعاد ملح اللي يقول لي حق الله حق الله راهو طالع لي رقم دخيله ولا دخيله وخير تسخرت سلمين عليهم حيين واليوم ما فيه صحيح صحيح وراني انا ماني قادر اقبضك على الهواء خايف من بارازيت على صحيح تشويش وراني خايف تشويش وراني محييك ومحيي الاهل كاملين مرحبا بك وسهلا وراهم طافلات مولي صحيح محيين وصحيح التخيله برنامج برنامج صباح الوطنيه هو برنامج التخيله ما شاء الله يتصل علينا تبارك الله بجميع المواضيع شكرا لك التخيله تحيه كبيره للتخيله صحيح هذه طلعه مديحيه أنا كنت أقول سابقا شنو راي هذا طويلة خمسة طلع ولا ستة ولا تسعة قاعة اللي أعطينا منها مختصرات وشوف بالوقت ما تلم منه ياسر كنت أقول سابقا أخبار التراث اسمحوا لي أخبار التراث هذا البلد صحيح كل 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 شريحة والله كل كل طيف من هذا المجتمع عنده تراث كبير صحيح وكلهم عنده تراث وعنده هذا
حد ما هو واطي على قاعدة ما يقد يوقف وقفة مستقيمة. صحيح. حد ما هو واطي واطي علومة ما يقد. فهمتي؟ من هذا طلع مدي حياتي يقولوا من لازم يمان لهذا الكلمة يكون المدح حكيم بيا ما خلاك تستاهل معيني بالمدح علي. اسكي اسكي. صليت عليك بقد اللي في الكون يسبح ويصلي وقد اللي فيهم واللي ما يعرف هي شنو هي وقد اللي يمشي واللي بالحيين من بس حي. وجاك لا تبدل لي بالمعلومة الحالية ولازم معنا الفوكل يكون متحكم نختارك عني أنا وهلي وارضي واللي قط ذهلي انتقدوا تيوش بهلي وندور فيك ربي يوم محشر تنبه لي ينبي وحكم بيدي لا يتلاحق بي جهلي وتبع لسي وتعامل ولازم معنا الفوكل يكون متحكم الصوت والسلام وقتي نتخمم في المحشر وهوالي وحوالي البشر يحزمني قلبي مكشر وفهلي تغيب النية وقتني واني نذكر شفاعة نبي فيه اطلع له روح مستبشر نجي حله وبحاسي ونلزم ما نلغى الكلمه يكون مهما تحكم بي وفكره حيه بيها لجاد عيانا زاد الجواد والفاو التمجاد ولا عادك تمجاد فين بي ايش معدل بالفاو التمجاد والفكره زاد اللي حيه ايش معدل بيها وانا زادين بي ايش معدل بي نلزم ما نلغى الكلمه يكون مهما تحكم بي والملك اللي ما خافيك الامر الخافي بين بيك وبيك قدنا الفاو ما تكون عليك عفو والنفع البيديه وعفو يطمع لي ذيك اللي عندي مني ينيه واغفر زلاتي الملك والشاف وعفيها عليا عيني يمشي مرضي ما يرضيك سابق ولا معاني يوم لازم يعني له كلمة يكون هما تحكين بي ومتوسل الحي المتين اللي كنت صادق لبي لا يرصلح حم الدارين اللي أنا والوالدي وشاخي وكل محسنين وابن عمي وهالي والمسلمين المسلمين ينبي لا راتالي يوم لازم يعني له كلمة عليه أفضل الصلاة والسلام ومزال منهم أحداث ما نجد عليه أفضل الصلاة والسلام هذا ما هو معقول هذا هو شبش نقدر نختم به شكرا لك ضيف محفول عبو شكرا لكم جزيلا لهذه السانحة وشكرا للي رباكم الله يخليك ويهلكم شكرا جزيلا الله يسلمك الله يسلمك وسمحوا لي الموقع تواتر انا ما قدرت ما شاء الله هنا عندكم ياسر من الطلبات الغربية الوقت ما تلم ياسر صحيح صحيح غير ان شاء الله ربي حلقة ان شاء الله ربي الجايات ان شاء الله يا ربي صحيح شكرا جزيلا لك ضيفي مرة ثانية اذا مشاهدينا الكرام ومشاهدي قناة الوطنية ما بقى معنا الوقت ونشكر فيه ضيف هذه الحلقة هو البداع محفوظ العبو ونشكر صفية السمين اللي كانت معايا في عدد هذه الحلقة ونشكر شكر خاص صفحة تواتر لنقل البرنامج يومي على موقع تواتر شكر خاص جزيلا لهذا الموقع ونشكر شكر خاص المخرج الرائع جلو مهاجي وهذه تحياتي سميرة السماني دمتم في أمان الله إلى غد إن شاء الله موضوع جديد